مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. يوم جديد ولقاء جديد في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة رجال. مباراة مهمة بين الأهلي وبتسوانا، الشرطة البتسواني النهاردة بإذن الله في ثالث مباراة للنادي الأهلي في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة رجال. نتمناها إن شاء الله على خير بإذن الله، زي ما فريق الطائرة معوضنا بإذن الله هيكون عند الميعاد والنهاردة في المباراة بإذن الله. خلينا نتكلم بس قبل ما نبدأ النهاردة ونتكلم على سيدي وتحية ورحب بضيوفي، خلينا نتكلم على نقطتين مهمين جدا. اولا هتكلم على مباراه السوبر لكره اليد لنادي الاهلي امبارح اللي فاز بيها نادي الزمالك، بنقول له الف مبروك لنادي الزمالك الفوز بمباراه امس 38-35 على النادي الاهلي. دي اول حاجه، وان شاء الله ربنا يوفقه في المرحله اللي جايه لبطوله العالم للانديه. خلينا نتكلم على المباراه نفسها في اربع نقاط هتكلم فيهم بعد اذنك. رقم واحد، النادي الاهلي دايما عودنا وانا لعيب وطول عمري واشتغلت جوه النادي على حاجه مهمه جدا، ان مجلس الاداره بيقرر النشاط الرياضي في اول السيزون، بيتعامل مع مدير النشاط الرياضي تعامل طول السيزون، وفي اخر السيزون يخلص السيزون يتكلموا في نقاط الايجابيات والسلبيات. اكيد عندنا ايجابيات كتيره جدا في النشاط الرياضي واكيد عندنا سلبيات، ده مش من اختصاصنا ولا من اختصاص اي حد يتكلم فيه، ده من اختصاص مجلس اداره النادي الاهلي اللي دايما بيقود سفينه النادي الاهلي، وان شاء الله يدوا قرارات لاخر السيزون باذن الله تكون كويسه لكل الفرق لان هم اللي بيقودوا السفينه واحنا كلنا معاهم. رقم اتنين اكيد هتكلم على النهارده باسم خالد العوضي لعيب الهاندبول، وكنت كابتن النادي في وقت من الاوقات وبره اي حاجه، يعني الكلام ده انا المسؤول عليه شخصيا لوحدي. اتكلم على المباراه امبارح كانت مباراه جيده جدا جدا من الفرقتين، لكن الناحيه الفنيه في النادي الاهلي كان فيها بعض المشاكل، كان فيها بعض، مش هقول بعض القصور، كان فيها شويه قصور. زي مثلا هديكم مثال اخر الشوط الثاني، الكوره اللي دخل فيها الاخر هدف جابه نادي الزمالك في قبل تقريبا 12-13 ثانيه. احنا في الهاندبول علمونا ان لازم يكون عندنا روح وحماس وموت على كل كوره. اخر كوره دي هي بينت الملخص بتاع المباراه، ان كان في سنه كانت لازم تكون عند اللعيبه امبارح وهي الروح والحماس الزايد عشان يقدر يفوز بالمباراه. كانت النتيجه ساعتها 27-26 وانتهى اللقاء 27-27. برضو النواحي الفنيه هسيبها لاداره النشاط الرياضي. اتكلم على تلات نقطة. التحكيم الافريقي، من عشرتي في التحكيم الافريقي، هو كده، هو بيجي على الفرقة، هو بيشوف اللون الاحمر بتحصل فيه مشاكل دايما. انا لعيب من زمان جدا مش من امبارح، وخلي بالكم انا مش بقول الكلام ده علشان اقول ان التحكيم ظلم النادي الاهلي، هو جه على النادي الاهلي امبارح وجه في كذا كرة مؤثرة جدا 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 في المباراة، منهم في الاكسترا تايم الاولاني اول خمس دقايق جه على النادي الاهلي في كورتين بعد النادي الاهلي ركب المباراه تاني، جه عليه وجاب نتيجه تعادل. هو ده التحكيم الافريقي، هو ده اللي احنا متعودين عليه، لكن امبارح كان شويه زياده. نتمنى من الاتحاد الافريقي يبص شويه لنظره للتحكيم، لان التحكيم ده هو عنصر اساسي كل داخل كل مباراه في اي لعبه من الالعاب. هديكم مثال، دكتور حسن مصطفى في بطوله العالم في مره اتنين حكموا غلط روحوا. دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي هو الراجل المصري اللي احنا كلنا بنفتخر بيه، حكموا غلط في مباراه روحهم، ولا قال ان ده راح مع فرقه ولا حكموا غلط. كلمه حكموا غلط دي يعني مفيش، هو مفيش حد اتفاهم في الموضوع، شكرا وخرجوا من بطوله عالم. لكن بنقول الاتحاد الافريقي، نادي الاهلي نادي كبير، التحكيم الافريقي لازم يكون تحكيم متوازن جدا، لازم يكون الماتشات الكبيره بين انديه كبيره لازم يكونوا حكام على مستوى عالي، مع ان الحكام دي كانت حكام كويسه لكن ما اعرفش ايه اللي حصل معاهم امبارح. اتكلم على رابع نقطه في نفس المباراه، الجماهير امبارح كانت سايره جدا، انا شخصيا كانت حاجه مضايقاني جدا فوق ما اي حد يتخيل. انا لعيب نادي اهلي وبشوف ناديه بيخسر، لكن لازم اقول كلمه مهمه، الجماهير اللي بتصير ممكن يكون الغضب داخليا مع اصحابك، لكن السوشيال ميديا كل الدنيا بتتفرج علينا كجماهير للنادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لازم نلتزم بمبادئ النادي الاهلي، يعني مش لازم نخبط، مش لازم كتر يعني نغلط في الكلام. هي جماهير قليله؟ لا، كل الجماهير كانت متضايقه لان النادي الاهلي بالنسبه لهم هي الحياه والروح زينا بالظبط. مفيش لعيب في النادي الاهلي ولا في حد ماسك في النادي الاهلي حاجه عايز يخسر، مستحيل. ولو قعدنا من هنا للسنه الجايه نقول انا مش ممكن اتخيل زي ما انتم متخيلين، لكن لازم اقول لكم الناس دي بتحب النادي الاهلي برضه. في مشكله حصلت خلاص، خلينا نعالج اخطائنا، خليها الفرقه بكره بتبدا بطوله افريقيا. بطوله افريقيا برضه ابطال الكؤوس دي حاجه مهمه عشان نقدر نروح للسوبر اللي بعديه. عايزين نقول للجماهير الغاضبه تغضب مع الاهلاويه في وسطينا، عايزين نعمل مثال مختلف لكل الناس، لكل جماهير مصر لازم نعمل لهم مثال مختلف
ان شاء الله باذن الله، وتاكد ان جماهير النادي الاهلي هتدي دايما تدي ضربه البدايه لاي حد. ملناش دعوه باي مشاحنات، ملناش دعوه باي كلام، لكن خلينا دايما نفرح بنادينا وندي سبورت لنادينا في وقت الخساره، لان مستحيل هنفضل كسبانين طول عمرنا، اكيد مره نخسر ومره نكسب. انا عارف ان ناس زعلانه من فرقه الهاندبول، متاكد زي ما انتم عارفين، لكن فعلا هي دي الرياضه. ممكن نخسر سنه ونخسر اتنين، لكن فريق الهاندبول ان شاء الله موجود على الساحه الدوليه والافريقيه وفي كل الساحات ان شاء الله والعربيه، هيكون موجود وقريب جدا هتقولوا ان انا قلت لكم الكلام ده. ان شاء الله باذن الله نتمناها لفريق كره اليد، هندي له دعم وندي له السبورت القوي جدا عشان عنده بطوله افريقيا ابطال الكؤوس اللي بيلعبوها في المغرب ان شاء الله بدايه من بكره باذن الله. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ويرجعوا بكاس البطوله باذن الله.